تحفة. ده انت ايه؟ يعني ممكن تكون استغلت 10 15 كده. بس مش انا. مش مهم، المهم انه حلو. طب ممكن اقفل ده؟ لا مش ممكن، هو كده صح، هو كده. او ده؟ لا لا لا. الاثنين مفتوحين. لا لا كله مفتوح. طب الكمام دي؟ لا يا بابا، الكمام دي هي كده ما بتتقفل. مفتوحة كده؟ ايوه، عشان لما تيجي تعش شمر تشمر بسهولة. وانا اتخانق؟ احنا ضامنين ايه اللي داخلين عليه؟ احنا مش عارفين. لا انا لما اشمر اشمر. لا 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 ما تشمرش كده، شمر عادي، والساعة دي بعد إذن حضرتك لازم تتشال. لا يا حبيبي، يا بابا الساعة مش لاقية على الطاقة. الله يرحمه بيا هو اللي داني، ما اقدرش. طيب عشان بلاد ابوك. مش عارف يا مروان، انا حاسس ان انا خنفس. خنفس يعني ايه خنفس اساس؟ انت زي الفل، انت كده عظمه. وهنغير الدقن، هن ممكن اخليها شويه سودة. ليه؟ وهنحط لانسز عشان عينك كده. لا من غير لانسز ممكن اشيلها لك. بس شيلها ايه يا بابا؟ هو حضرتك شايف بالنضاره اما تشوف من غيرها؟ البس اهو، البس البس البس، بلاش احراج. ايوه كده. مش شبهي بس. مش مهم تبقى شبه، بص المهم تخرج من كل الجو اللي انت كنت فيه، تبقى جو الزعل. صدقني ملوش لازمه. احاول، اوعدك احاول، هو مش سهل. على فكره انا كمان ما خرجتش بسهوله من الموضوع ده. بس عارف ايه المشكله اللي احنا عملناها زمان؟ انت هربت واحنا قلدناك، كلنا هربنا. ما رضناش نواجه ولبسنا في الاخر. لازم نواجه بقى بابا. وانت هتواجه معايا؟ طبعا يا باشا. كل حاجة. مش لبست الطقم ده؟ يبقى أنا واجه. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.